بنات مرحبا بكم في لاشين. فيديو اليوم غادي يكون خفيف ظريف، خطرت لي الفكره غير دابا وقلت باش نتقاسمها معكم. ان شاء الله ما غاديش يكون طويل، دقيقه ماكسيموم ولا جوج دقائق. المهم في هذا الفيديو هذه بغيت باش نتقاسم معكم هذه البلبوله ديال الشعير ونشجعكم باش طيبوها. ها انتم كما تشوفوا هذه بلبوله ديال الشعير فقط طايبه في شويه ديال الماء، في الماء يعني المهم قياسها ديال الماء، ودايره معاها شويه ديال الحلبه ها هي يا. وشويه ديال الزعتر طري، الزعتر طري راه الوقيته ديالو دابا، هادي ها هما يا الوريقات ديالو، رائعه بزاف بالنسبه للفطور ديال الوليدات. ملي تبغيو ديروها زليفه بحال ما هكايا مع شويه ديال زيت الزيتون رائعه. وكذلك في هذا البرد هذا في الليل واحد ياخذ بحال ما هكا زليفه ومع هاد شويه ديال الحلبه، راه صحيه بزاف 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 لوليداتنا ولينا حتى حنا. صافي هنا بالنسبه هنا راني بغيت ندير واحد ديتوكس ان شاء الله، وراني موجده بحال ما هكايا. هاد الماء فيه الحامض وسكينجبير، ها هو يا ها هو السكينجبير محكوك، والماء الماء ديال البله وسميتو والحامض مقطع دوائر. هاد الحامض هذا بيو ان شاء الله. غنتقاسم معكم الفيديو فاش مشينا عند واحد العائله ديال الزوج ديالي، هما اللي عندهم هاد الحامض هذا وعطاوني من الشجره، خلاونا حنا اللي نتفناه من الشجره، زوين بزاف. صافي وسمحوا لي بزاف بزاف البنات على الغيبه ديالي، وسمحوا لي حيت ما تنسولش ماشي ما تنسولش بنيت ما تنسولش في لي كومونتير، ما تنجاوبش معكم، هاد الايامات مشغوله شويه. ايوا صافي الاء شويه مريضه ليا، دعيوا ليا معها بالشفاء. صافي هادشي اللي بغيت باش نقول لكم، تهلاو ليا فراسكم. نتمنى ان هاد الفيديو هادي نكون شجعتكم من خلالها باش تطيبوا بحال ما هكايا هاد البلبوله هادي ديال الشعير، واخا راهي شويه تترون البوطه على حساب تتبقاي كل تتبغي انك تبقاي واقفه عليها بحال ما هكايا وتحركيها، ما تطيبش بزاف ديال الماء بحال ما كتبقاي تحركي فيها من تحت للفوق، وتتبدا دير بحال هاد الفقاعات، عرفوها راه صافي قريبه توجد. كاين اللي تيبغيها بالحليب وكاين اللي لا، انا صراحه ما تنعطيهاش لوليداتي بالحليب، تنعطيها لهم مع شويه ديال زيت الزيتون والتمر فقط. دونك هنا غادي نختم هاد لا فيديو، هذا هو الغايه ديال الفيديو. كما قلت لكم خطرت لي الفكره غير دابا، بغيت باش نشجعكم باش تاخذوا هاد الحسوه هادي في هاد الايام هادي ديال البرد. وإلا بغيتوا الديتوكس قولوا لي، نتقاسم معكم كيفاش ندير الديتوكس، منها تيديتوكسو في الدات ديالنا ومنها تينقصنا في الوزن. يعني غنحاول ماكسيموم باش نصوروا لكم، حيت ان شاء الله غدا غادي يكون يوم خاص بالسوائل فقط. هذا هو البرومييي بواسون اللي غادي نشرب مع الصباح، وان شاء الله نكون على طول النهار كل شويه نحضر محلول اخر، ولان لي فيكاسيتي ديالو بزاف بزاف تتبان زعما كاين. المهم هادشي اللي كاين، باي باي، السلام عليكم بزاف، تنتوحشكم ولاني سمحوا لي على الغيبه. ان شاء الله الا بغيتوا راه غادي ندير لكم فيديو على هاد الديتوكس هذا وعلى هاد البلبوله. سلامها، باي باي.